ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. ضيفي الآن الحبيب خضر المقرر العام للدستور. مرحبا أستاذ. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. هل يقرأ الدستور دون المداولات؟ الأصل فيه أن النص الدستوري في حد ذاته يفي بالحاجة، ولكن كل ما يكون ثم شيء من الغموض أو نحتاج إلى أن نؤول النص نحتاج للرجوع للمداولات. المداولات معناها فيها أشواط متعددة. ثم مداولات تمت في اللجان التأسيسية وهي الأولى اللي أفرزت بدايات النص، وهذه غير موثقة حاليا. ثم المداولات اللي تمت في الهيكل اللي أنتج النص الذي تم على أساسه التصويت، هو نص 2014 نهائي ما نهائي. لا المداولات اللي تمت في مشروع الدستور اللي هو كان منطلق للتصويت في الجلسة العامة، وهذه مداولات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، هذه أيضا موثقة صوتيا في غالبها على الأقل، ولكن إلى حد الآن لم تنشر ورقيا بشي نجم تكون معناها في متناول الناس كل. الموجود من المداولات هو فقط المداولات اللي تمت في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي في علاقة بالدستور وطبعت في السنة الماضية. من يؤول الدستور اليوم في غياب محكمة دستورية؟ بمعنى أن يؤول لرأيه ليقنع نفسه، من حق الجميع أن يؤول. بمعنى أن يؤول ويلزم الآخرين بتأويله، لا أحد في غياب المحكمة الدستورية. لا طبعًا. أحد طبعا لا أحد في واقع الحال رئيس الجمهورية قراءته للفصل 89 من الدستور مثلا في رسالته البارح يقول أولا التحوير الوزاري ما يتعداش على نيل الثقة في مجلس نواب الشعب مش بالضرورة، وهذا نظام داخلي وليس قانون دولة، هذا الجزء أول. ثم ثانيا يقول أنه أنا مسألة الفورية لست مجبرا على تسمية الوزراء الجدد وأداء اليمين بالفورية، بمعنى على معنى الفصل 89 من الدستور. هل هذا كلام هذا صحيح حسب رأيك ولا؟ أنا في رأيي الكلام هذا في حد ذاته فيه شيء من التناقض. الفقرة هذه بدأت بالقول بأنه الفصل 89 لا يعنينا. عندما نقول لا يعنينا يعني لا يعنينا بكليته بما فيه فورا. عندما أعود في نهاية الفقرة لأقول أن فورا لا تنطبق علي في صورة الحال وأني لست ملزما بهامش زمني محدد، نقضت ما قلته في البداية. لأن إذا كان أنا نقول أصلا أنا مش مطلوب مني حد شيء، يعني لا تنطبق علي لا فورا لا بقية النص، يعني هناك فراغ في مسألة التحوير الوزاري. وقت اللي نرجع من بعد نقول لا رو أنا اللي يعنيني أو الوضعية متاعي ما تنطبقش عليها فورا، يعني أنت تسلم بأن البقية تنطبق عليك، ولكن أنت فقط تطلب مهلة زمنية أطول أو شيء كهذا، ما تقول ليش فورا. هذا في حد ذاته فيه تناقض. أنا أعتقد أنه هذا الفصل ينطبق على التحوير الوزاري. ينطبق على التحوير الوزاري لأن وقت اللي باش نفهموا النص، احنا بدينا من حديث قلنا من الاول الموضوع نتاع المداولات واهميتها في هذا المجال. ثم نص انتجه المجلس الوطني التاسيسي واصدره نهار 22 افريل 2013 في اطار تطور النص بشوي بشوي لين وصلنا ولا عندنا دستور. النص هذا عندما تم إصداره وتم تسليمه لمجموعة من الخبراء فيهم كفاءات ومن كليات مختلفة، حرص المجلس على حسن اختيارهم بشي يكون عنده مشهد من نس كل رؤيتهم، وأعقد معهم بعد سلسلة من الجلسات الهيئة المشتركة التنسيق والصياغة مع الخبراء هذوما، وشدوا المشروع ذاك بعد 22 أفريل من أول كلمة لآخر كلمة الملاحظات. الفصل هذا 89 توقته كان الترتيب تاعه 88، وفي النقاش اللي يخص الفصل هذا وتم يوم 2 ماي، أنا عندي بعض التوثيق في المجال هذا. نهار 2 ماي كي تطرح الموضوع اطرحت الحكاية متاع ماذا لو أنا رئيس الجمهورية ما يحلفش اليمين ولا ما يسميش، وكان رد وبرا هذا سيكون خرقا للدستور، باهي كيف نتجاوز ذلك. المقترح اللي كان حتى لا نبقى في المطلق نستنى نضيف فورا،
فصل 88 هذا كترجع له في صيغة 22 أفريل ما كانش فيه فورا، من بعد وقت اللي صدر في 1 جوان أضيفت عبارة فورا باش نسكروا الباب هذايا تاع التجاوز. لكن ما نعيشه الآن هو القول بأنه هناك فراغ في مسألة التحوير الوزاري في الدستور. الدستور كان باش نحطه فيه كل شيء، راه ما عادش ينجم حتى واحد باش يقراه. الدستور مجعول باش يتضمن معناها الأساسيات، ثم بعض مسائل يكتفي بالإشارة ليه، ثم بعض مسائل تجي عرضا. القول بأنه الوزير اللي يلتحق بالحكومة بعد تشكيلها ليس في حاجة لنا إلى الثقة، وإذا نمشوا في هذا يترتب عليه ليس في حاجة لأداء اليمين وليس في حاجة للتسمية، لأنه بكلهم هذا ما فصل 89 معناها مش معقول أنه نقولوا لا هم ما ينالوش الثقة، أما راهم يمشوا يأدوا اليمين ويسميهم رئيس الجمهورية وقت اللي يحب حسب قراءته. إما يجيش ماما حاجة من اثنين، إما نقولوا الرئيس ناقض نفسه، إما نقول فصل 89 لا يسري على التحوير الوزاري، وبالتالي يولي وقتها رئيس الحكومة في هذه الحالة يجيب في الأول الحكومة اللي نال بها الثقة، ومن بعد يعمل اللي راه صالح يبدل وتو نسمعوا بين في الأخبار. وإلا الكلام الآخر خاطر ما نجمش من ناحية نقوله متعدد معناها ولي أدي اليمين ووزير ما أديش اليمين ما وزدها ما ثم أنت تحكم بالنص ولا بالمنطق؟ أنت تحكم بالمنطق. بالمنطق نحكم بالمنطق. إيش معناها وزير تسحب منه الثقة ولم ينال الثقة؟ بالمنطق ما تجيش. هذاك علاش في الدستور وقت اللي قال راهو يمكن سحب الثقة من وزير منفردا، دونك الاستتباع متاعها الآلي راهو يلزم الوزير ينال الثقة، كان هو نالها مع المجموعة مع الحكومة الكل نال الثقة، إن لم ينالها مع المجموعة والتحق بعد ذلك يجب أن يمر على المجلس لينال الثقة. بالتالي الجدل في هذا لا يضيف شيء بل يجعلنا نخسر وقت، وكنت تسمع الوضعية معنا حقيقة لا تحتمل المزيد، وإحنا بقيين في مربع متاع لا ومش فورا. يا التحوير الوزاري مر على المجلس نهار 26 أظن 26 اليوم 16 في بالي، معناها 20 يوم وما زلنا نعتبر أنه لو كان ندوهم توا رانا إحنا في فورا، إحنا أصلا فورا هذه تعديناها لنا قديش. فأعتقد أنه قانونا مش معناها فورا، الأصل فيه خاطر ما كل كلمة عندها معنى في الأصل فيه أنه دون إبطاء. دون إبطاء إيش معناه؟ في أجل المعقول دون إبطاء بالمعقول طبعا. اللي صار سابقا نجم نقيسوا عليه في كل الوضعيات السابقة، غالبا جلسات منح الثقة تستكمل في ساعة متأخرة. طيب في البداية ما كانش عندنا آلية متاع التصريح بالمكاسب يعني خلطة من بعض، فكانوا يكملوا في الليل نيل الثقة، يمشوا من غدوة العشية وإلا في منتصف النهار واللي هو يتعمل موكب اليمين. انزادت تصريح بالمكاسب في الوسط، فولوا ينالوا الثقة يخصصوا حصة صباحية لتصريح المكاسب ومساء يتم أداء اليمين. هذا اللي صار في الوضعيات السابقة الكل تقريبا. المرة هذه إن نشوفه في حاجة غير مسبوقة. أنه رئيس الجمهورية يحط وينصب نفسه هو المفسر الوحيد للدستور، وأنه أحكامه تصبح لازم تتطبق أحكامه وكأنه محكمة دستورية، هذا بالنسبة ليك خطأ؟ طبعا هذا خطأ لا أساس له. يعني الدستور مطلوب من الجميع أن يحترم أحكامه. اليوم النواب كيف يصوتوا في مجلس نواب الشعب على قانون، هم يراعوا في الدستور ولا ما يراعوش؟ هم وجوبا يراعوا فيه. اللي يعطي أن القانون كي يتصادق عليه عنده قرينة دستورية، هذاك علاش أي قانون ما يتطعنش في دستوريته يفترض اللي هو دستوري موافق للدستور. علاش؟ لأنه نفترض أن النواب عند مصادقتهم مع القوانين يراعون مقتضيات الدستور. كل سلطة في البلاد مطلوب أن تراعي مقتضيات الدستور ومش رئيس الجمهورية فقط. بالتالي ما ثمش علاش السيد رئيس الجمهورية أي منتخب من الشعب، حتى مجلس نواب الشعب منتخب من الشعب، فما ثمش شيء اللي يخليه هو اللي ينطق والجميع يجب أن يسمعوا لكلامه. في بخضر المقرر العام للدستور، في المقابل رئيس الحكومة يقوم بتحوير وزاري، هل كل التحوير الوزاري مطابق للدستور؟
فيه الـ فيه الـ البعض. خلينا نبدأ من البداية. عندما يقرر رئيس حكومة إقالة وزارة قبل الإقالة نبدأ من الأول، إدخال تعديل، من الأخطاء اللي تقريبا لم أترك مرة إلا ونبهت لها أن يخرجنا بلاغ من رئيس الحكومة قرر رئيس حكومة تعيينه فلان فلاني وزيرنا كذا. هذا في حد ذاته تجاوز. علاش؟ على خاطر في الحقيقة رئيس الحكومة في تلك المرحلة في البداية لا يقدم إلا مرشحين لتولي حقائب وزارية. هو باش يقدم مرشحين يهزهم المجلس النواب الشعب لينيل الثقة، بالتالي الاستباق في أنه عين فلان وزيرا ولا فلان وزيرا لا، هو يقدم مرشحين. البلاغات نتاع رئيس الحكومة تقريبا ديما قرر رئيس الحكومة إدخال تعدين على الحكومة وتعيين. طيب بدينا من غد. ما عدا ذلك البقية في ظل عدم وجود مساس بوزارتي الدفاع والخارجية، الإجراءات نتاع التعديل سليمة، تعهد بها مجلس النواب الشعب، تم نيل الثقة. غادي وين كان الصلاحية نتاع تقييم الأشخاص وملفاتهم وما إلى ذلك، لو أراد النواب كان يمكنهم أن يسقطوا البعض ولا الكل وإلا لا أحد، اختاروا أن لا يسقطوا أحدا فانقضى الأمر. بقى وقت طويل في موضوع التفعيل هذا التحوير، مرت فترة مهمة. انتهى الخيار في رئاسة الحكومة يوم أمس إلى تعيين وزراء بالنيابة، إقالة وتعيين وزراء بالنيابة. بالنسبة للإقالة قطعا من صلاحيات رئيس الحكومة لا شك فيها وما في حتى إشكال، وما ثمش علاش بش جهة معينة دستوريا تناقشوا في الإقالة. طيب. سياسيا تحب تناقش ناقش على روح. فيما يخص تكليف بالنيابة ثم نقطة وحيدة أراها حقيقة تثير بعض اللبس، اللي هي التكليف كاتبة الدولة بأن تتولى بالنيابة مهام الإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. نعم. هذه أعتقد فيها شيء من الإشكال. علاش؟ على خاطر ثم بعض الصلاحيات بالنص لا يباشرها إلا وزير، فكيف يكون هو وزير ومتولي وزارة بالنيابة لا يطرح إشكال، لكن أنه كاتب الدولة أعتقد ستطرح صعوبة فيما يخص هذه الوزارة. ونتذكروا هي مش عضو حكومة؟ هي عضو حكومة نعم، هي عضو حكومة نعم، لكن ثم بعض النصوص اللي تجعل الـ بعض الصلاحيات، على سبيل المثال الإمضاء المجاور على النصوص الترتيبية رئيس الحكومة يصحه معه وزير بالنص للوزير، هذه إذن سيطرح إشكال. ربما هذا الموضوع مازال في نقاش، أنا استمعت إلى وجهة نظر ربما حتى تختلف على وجهة نظر بتاعي، ولكن أعتقد هذا فيه شيء من الإشكال. فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك دستوريا قانونيا لا إشكال، سياسيا يمكن أن يقال فيه الكثير. هل أن رئيس الجمهورية في نظرك في محل خرق للدستور بعدم قبول أداء اليمين وتسمية الوزراء؟ طبعا أنا قلت هذا منذ الأيام الأولى وأكرر أن السيد رئيس الجمهورية يخرق الدستور بامتناعه عن دعوة الوزراء لأداء اليمين وإصدار أمر تسميتهم. هل يدخل في الإطار الخرق الجسيم في تقديرك؟ توصيف الخرق بأنه جسيم أم لا هو من مشمولات محكمة دستورية مجلس نواب الشعب ابتداء مجلس نواب الشعب وقت اللي ينال الثلثين وقت يمشي للمحكمة الدستورية. في رأيك حبيب خطر، في رأيي كنشوف الفعفعة اللي نتجت على هذا حقيقة جسيم، يعني دخلنا البلاد في مشكلة كبيرة في حاجة ما كانش تستدعي. فهذا رأيي الشخصي، ولكن قطعا هذا هنا نتكلم يعني التقييم بمنطق الفكر القانوني كما أراه، مش بمنطق ما يترتب على الخرق الجسيم من النتائج، لأنه ذاك عن جهات أخرى. على ذكر كتابة الدولة ووزارة بالنيابة سيدة سيام عيادي، صارت قبل، كانت ثم سابقة، صارت في مناسبتين، صارت في وزارة الخارجية يبدو لي، أي كاتب دولة أصبح وزير، وفي مرتين في الخارجية وسنايفر في بلاست، ولكن ما عنديش الحقيقة متابعة تفصيلية إن طرحت إشكالات عملية. نتذكر أنه طرحت إشكالات واقعية في علاقة بكاتب الدولة الذي سمي
في حكومه ما ذكرش مليح مكلف بكتب الدوله لدى وزيره الماليه، مكلف بوزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه. ثم طرحت اشكالات عمليه مما اقتضى انه بعد اشهر معنا تم التصويت عليه كوزير وفصلت الوزاره. إيه؟ هل اليوم الدستور في حاجه الى مراجعه وتدقيق؟ لانه كي نقولوا احنا بوبكر بن عكاشة رئيس جمهورية، الأصل في الأشياء أنه منزه عن العبث، أنه باش يحرص على حسن سير دواليب الدولة واستمرارها أنه كذا، ولكن ولا رئيس حكومة أو ولكن إذا كان النص مش واضح وفيه نقائص يخلي زاد النجم أنا أحيانا في أزمات أولو لصالحي. هل اليوم هناك نقاس مثلا مسألة التحويل الوزاري، مثلا مسألة نيل الوزراء الثقة في التحويل الوزاري الثقة من البرلمان أو لا يكفي أن تكون في فصل في النظام الداخلي وهو وكأنه استدراك لما نقيسة كانت في الدستور؟ حسب رأيك شنو لازم يتبدل في الدستور بخاطر؟ شوف إذا كان كل مشكلة نقف أمامها نقول راو هذه لازمنا نزيدوها في الدستور أو نوضحها. خل نذكرك بمثال، تذكروا المشكلة الكبيرة اللي وقفنا فيها في المجلس على القضاء، تمش واحد يكتب نص يتصور اللي كونه اللي نعطيه الصلاحية باش يستدعي المجلس على القضاء للانعقادي أول مرة يقول مانيش منديه برا. تخيل الفرضيات قد ما تتصور، يعني فيه فاسدين مثلا أو فيه لا تذكر المجلس على القضاء اللي صار فيه طلب بالتمديد، هذا المتداول وقتها، طلب بالتمديد باش يمددوا له على رأس المحكمة التعقيب، لم يمدد له، قالوا ما لاني باش نروح ومانيش منديه. وش استدعى الامر في الاخ؟ اضطرينا باش عملنا تعديل للقانون ومنحت الصلاحيه مؤقتا لرئيس مجلس النواب الشعب. نجوش هذين نقولوا باي هذين نزيدوها، التحوير الوزاري هات نزيدوه، عندنا مشكله صارت في هات الانتخابات تذكرها نزيدوا حوايج غادي. مش هكا تتحل الامور، مش هكا تتحل الامور. اولا نص الدستوري مش مقدس، ولكن أيضا مش في كل مناسبة هي تنمسوا النص الدستوري. أول حاجة نعملوها هي نكملوا هالبنية هذه. دستور بناء متكامل ومتماسك ويؤول بعضه البعض، هي تنكملوها البنية هذه. معقول اللي اليوم عندنا من الهيئات الدستورية 5 هيئة دستورية مستقلة في الدستور، عندنا واحدة بركة موجودة. من السلطة القضائية اشترها اللي هو المحكمة الدستورية مش موجود. من السلطة المحلية عملنا كان المستوى الأول بلديات وقفنا غادي. ونحب نقيم هالبناء هذا بكله في التكامل متاعه ونرجعه. حسب رأيك لم يحن الوقت لمراجعته؟ أنا أعتقد أن الأسلم أنه نكملوا هالبناء هذا الكل، وقتها نمتحنوه كبناء متكامل وبالضرورة ستظهر بعض النواقص وقتها تتصلح. أما الآن المساعة باش تكون تحت وقع أزمة نعيشوها في اللحظة هذه وربما تدفعنا إلى حلول أو إلى تبني أحكام ما تليقش بأنها تكون في الدستور، ما نعيشه استثناء لكل المقاييس. يعني كنت نتحدث بكري أنه ثم بعض فرضيات طرحت، ولكن يقولك لا في الأصل ما تجيش، ما تتعملش، نعيشه ما تتوقعهاش، ما تتوقعهاش لأنه بالعقل. يحكمك العقل. رأوا نفس اللي تطرح في علاقة بالدستور قاعد يطرح في علاقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب الشعب. كيف انت تعمل نظام داخلي الناس في الاخر عندهم حد معين ما يهبطوش تحته، تجي تشوف حاجه اللي ما تخطرش على بالك. انا نقول لك عم نول لو كانت نقح نظام داخلي شبه مستحيل باش واحد يقول نعملوا فصل يمنع استعمال المصادح في القاع. بوقي عشت هالسنين تولي تقول نزيدوها، تجي حاجه اخرى مش بالكافية هذه تكتب النصوص يمنعوا اكل الهندي داخل مجلس الشعب. هذا يقتضي أنه ثم مستوى معين نبقوا فيه والباقي يعالج بتلك النصوص ويتصدى له بتلك النصوص، مش كل شيء نحطه في النص. طيب هل المخرج اليوم نص وتأويل النص ومحاولة إيجاد هيئة مستقلة مثلا محايدة تحكيمية لتقريب وجهة النظر حول النص، أو هناك مخرج آخر حبيب خضر؟ عندما نتحدث على هيئة تحكيمية شو معناها؟ معناها مجموعة يثق فيها الطرفان وتجلس باش تقول هاو الصحيح شنو. إذا كان العمل هذا يتم على أساس مقتضيات الدستور، معناه باش تقول يا فلان أنت راك غلطت في كذا وأنت راك غلطت في كذا، طبعا هذا يمكن أن يكون حلا مش مؤسسي، حل غير بركة باش تقتنع الناس باش اللي هو غلط
يلقى سلوم يهبط به اللي كانوا مهبطش لأنه الآخر فرض عليه، وإنما لأنه ثم جهة محايدة قالت له ها والطريق وين. هذا نجم يكون. فيما عدا ذلك ما أعتقدش أن الحل يمكن أن يكون إلا دعوة الجميع لاحترام مقتضيات الدستور. بالتالي اللي خرق الدستور الحل الوحيد، ما يخرقش الدستور ويبقى يستنى غادي يقول هيا خلطوا علي خذوا بخاطري، لا مثلا مش ماخذ بخاطر في هذاي. اللي خرق الدستور الثنية اللي مشاها بالغلط يزم يوخرها. تقول لي هذا مش عملي سياسيا صعيب، وجد حل كش تقنعه. لكن أنا لا يمكن أن أرى أن خرق الدستور يمكن أن يكون الحل فيه. هي تنخذوا الشطر خرقك هو، ولا هي تنخذوا ربع خرقك هو. اللي تجاوز يراجع روحه ويصلح. طرح آخر، مسألة أخرى تصبح سياسية، كل رئيس الجمهورية قاعد يحاول يعمل الأفضل واللي راه هو هذاك هو الصحيح، ويحارب في الفساد والفاسدين واللوبيات وكذا. هذا منطق موجود عند البعض. شنو جاوب؟ راو إذا كان نمشوا في التمشي هذا يلزمنا ما نحصروش في السيد رئيس الجمهورية. تتحل علينا بيبين، معاش نجم نسكروه في البلاد. غدوة السيد رئيس الجمهورية هذا سيدي عام 24 ترشح انتخابات رئاسية يربح، ما هو رئيس مجلس النواب الشعب باش يستدعيه، مجلس النواب الشعب باش يدعو اليد اليمين ولا مكتب المجلس اللي هو يعين الجلسات يجتمع يقول السيد هذا حجم الخروقات اللي عملها للدستور في المدة الرئاسية اللي فاتت، يخليني أنا من واجبي في حماية الدستور مانيش مناديه، صلاحيتي ما مانيش مناديه، ويبقى غادي يتفرج انتخبوه ما يعديش يمين. غدوة المجلس ينتخب أعضاء متاع المحكمة الدستورية، ما هو القانون متاع المحكمة الدستورية قال الكفاءة، والسيد رئيس الجمهورية أقسم على احترام الدستور والقانون، مش كان قيد الدستورة، يقول أنا هذو منعرفهم مقري معاهم أنا في الكلية، هذو مهمش كفاءة مانيش محلفهم. وقتها التصور كامل، البنية كاملة متاع الدولة تطيح، باش يولي كل واحد عامل مقياس وحده وميزان يقيس به وحده. هذا ما ينجمش يكون في دولة تعيش الانتقال الديمقراطي، الذي بكل أسف في دولة ديمقراطية بكل أسف نفاه السيد رئيس الجمهورية على بلادنا بشكل مراشي، معناها يقدم حتى شيء. يعني في جملة مجانية جاء حط حاجة مكتوبة من رئيس الجمهورية اللي يقول للناس البلاد هذية راهي لا هي ديمقراطية ولا هي انتقال ديمقراطي، وكأنه يقول ما تتعاملوش معاه. بهذا نخدم البلاد؟ هذا اللي في الأصل صلاحيته الأصلية هي العلاقات الخارجية ويخدم صورة تونس. فإن شاء الله يعود الجميع إلى الحق، والحق أحق أن يتبع. والسيد رئيس الجمهورية كنت وجه سابقا في وسيلة إعلام أخرى بنداء، أتوجه إليه شخصيا بنداء، نقول يا سيد رئيس الجمهورية مع كامل الاحترام، ريت الموعظة اللي جات في آخر الرسالة كان يمكن تتقال هذيك وقت اللي يجيبهم الوزراء لأداء اليمين باش يحسوا رهبة اللحظة اللي هما فيها، كان يمكن يقولها لهم ويتفرج الشعب ويشهد عليهم الشعب، يقولهم راني ذكرتهم وراكم باش تحلفوا وراكم باش تحاسبوا عليه أمام الشعب وأمام ربي سبحانه وتعالى، ويخليهم يأدوا اليمين يمشي يخدموا على رواحهم، ومن بعد إذا كان ثم مشكل آخر ننظر فيه. شكرا جزيلا حبيب خاطر، ربي يبارك فيك. مرقل المقرر العام للدستور، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.